هنا هرجع استاذ عبد الوهاب على مساله، مش بس كمان اللي اثار النقطه اللي اثارها استاذ محمد جبران على مساله رفع الوعي، لكن انا هنا هسال من وجهه نظر لو صح تعبير هنا بقى الحكومه، انتوا شايفين القضيه الرئيسيه والمركزيه لعمال مصر ايه؟ شوف، هو طبعا يعني عمال مصر هم طرف اساسي من اطراف الانتاج الثلاثه زي ما قلت، بجانب اصحاب العمل والدوله زائد العامل. فاحنا يعني العامل بالنسبه لنا يعني مساله مهمه جدا، تدريبه، توعيته، تثقيفه، وان هو يكون عنصر فاعل في المصنع بتاعه. يمكن معالي وزير القوى العامله حسن شحاته في معظم خطاباته حتى في اللقاءات اللي كانت بتعقد في الفتره اللي فاتت كان دايما بيقول ان احنا دلوقتي في مرحله ان العامل المصري زي ما له حقوق عليه واجبات. فكرة ان انت بتطالب بحقوقك ايها العامل، انت برضو عليك واجبات، عليك واجبات ان انت دايما لازم تطور من نفسك، لازم يعني تعمل بجد واجتهاد واخلاص وضمير في مقر عملك. عشان كده احنا دلوقتي في مرحلة، يعني يمكن لما كنا بنتكلم عن عيد العمال وسبب تسمية هذا اليوم بهذا الاسم عندما قام العمال في شيكاغو بمظاهرات وطلبوا بحقوقهم، فإحنا دلوقتي دخلنا مرحلة يعني عايزين برضو نغير النظرة دي شوية للمجتمع، بحيث أن أنا عايز يبقى عندي عامل زي ما بيطالب بحقوقه يقوم بواجباته. دي يمكن الإطار العام اللي وزارة القوى العاملة ماشية فيه. بالنسبة لي العامل، احنا في وزاره القوى العامله عندنا طبعا زي ما حضرتك عارف مديريات موجوده في كل المحافظات، كل مديريه بتقوم بدور معين في مثلا يعني مثلا بجانب ملف العماله غير المنتظمه، زي ما ممكن لو حضرتك تحب نتكلم فيه، زي ملف التدريب المهني. احنا عندنا 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهوريه. هذه المراكز والمهام اللي بتقوم بها مديريات القوى العامله في المحافظات ان هي بتنزل مواقع العمل، بتقوم بتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، أيضا مش العمال فقط حقيقة، ولكن أيضا أصحاب الأعمال والمصانع، إن هي الهدف إن أنا عندي فكرة التوازن، يعني فكرة عملية التوازن، إنها إزاي أنا مثلا ما أجيش على صاحب العمل ضد العامل، أو ما أجيش مع العامل ضد صاحب العمل. ففكر الوزارة في المرحلة دي إن إحنا يعني بنسعى وبنتطلع إلى إن يكون عندنا عامل واعي وعامل مثقف، وده طبعا بيحصل دلوقتي من خلال المهام اللي بتقوم بها المديريات في كل المحافظات. ايضا ان انا دلوقتي عندي مجموعه، يعني عندي ما يسمى بالاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل، ان شاء الله احنا بنستعيد دلوقتي لاطلاقها. هذه الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل من ضمن البنود بتاعتها ان انت فكره اللي حضرتك قلت عليها من شويه، وهي فكره ازاي ان انا اربط سوق العمل بالتعليم، وازاي ان انا مثلا يكون عندي شاب مدرب ان انا اخده ادربه على مهن بيحتاجها سوق العمل، زي ما بتقوم الوزارة دلوقتي بهذه المهمة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة اللي موجودة على مستوى الجمهورية. احنا بنتطلع دايما وبنشوف العامل ده هو يعني ساعد مهم جدا من سواعد الانتاج، بنشوف العامل ده ان احنا بنتطلع دايما ان احنا يكون عندنا عامل واعي، بنتطلع دايما ان دايما الخطاب ايضا بتاع وزارة القوى العاملة في الفترة اللي فاتت بتبقى فيه رسالة دايما موجهة للشباب ان هو يقبل على العمل الحر، ان هو يقبل على القطاع الخاص، ان هو ما يتقيدش بالوظيفه الحكوميه، ان هو يستفيد. يعني مراكز التدريب اللي عندنا على مستوى الجمهوريه اللي هي بتدرب العامل وبتاهله لسوق العمل، هذه المراكز بتكون مجانيه. فدي نظرتنا للعامل، احنا شايفينه هو عنصر من عناصر الانتاج، وده بيظهر في كل الـ يعني كل الخطابات بتاعتنا وكل السياسات بتاع الوزاره. لو انت جيت شفت حضرتك العماله غير المنتظمه، احنا ازاي بنحاول ان احنا ندمجهم في سوق العمل ازاي، وبنحاول ان احنا يعني فكره العماله غير المنتظمه ليس فقط ان انت بتقدم لهم دعم مثلا مادي، او انت بتقدم لهم دعم رعايه صحيه واجتماعيه، ولكن انت برضو بيكون من خلال قاعده البيانات ان انت ممكن تبحث لهم عن فرص عمل، ان انت بتاهله ان هو ازاي يكون عامل يعني منتظم، ان انت بتاهله ان هو يكون ازاي عامل يشارك في عمليه التنميه. ايضا ملف ذوي الهمم، يعني ملف ذوي الهمم